جهزوا أنفسكم لنذهب سويا إلى عالم الرياضة بصحبة الكابتن محمد سعد. أهلا وسهلا فيكم في فخرتنا الرياضية اليوم، نشاط جديد ويوم جديد عليكم إن شاء الله. اليوم مكملين معاكم في التمارين تبعت السكوات والكارديو. اليوم هناخذ سكوات بالس. أخذنا السكوات العادي وحكيت لكم عليه إنه بشغل الرجل كلها. السكوات بالس أكثر بخلي فيه الضخ، بخليه يزيد على الرجل، وزي ما احنا عارفين إنه الرجل أصلاً بس تلعبها بتساعد الجسم على الحرق أكثر، لأنه القلب بصير دقاته أكثر، هتحس بمجهود وأنت بتلعب التمرين هذا. السكوات العادي اللي أخذناه هذا هو، هلأ ناخذ سكوات بالس اللي هو أنت بتنزل وبتطلع نص طلعة، يعني بتضلك محمل على الرجل أكثر. هنكمل باللانجز. أخذنا التبادل، هلأ بتعمل نفس الحركة بس كمان بتحمل على الرجل أكثر. حاول دائما صدرك يكون مفرود، زي ما حكينا إذا فيك تستعمل وزن استعمل، إذا التمرين صعب عليك من غير وزن خليه، بعدين بتبدل. يعني هاي اللانجز تلعبها وانت في مكانك، بتحمل اكثر بتعد اكثر. زي ما حكينا اللانجز بتشغل الخلفيات اكثر بالجلوتس. حسيت التمرين خفيف عليك وصار بالنسبه لك يعني مش مجهود، بتحط وزن، بتزود زي ما بدك طبعا، ممكن تحمل الكوره فيها اوزان زي ما بدك. الناس اللي في البيت فيش عندها اوزان ممكن تحمل ازازه مي، تحمل اي شيء يساعدها. الرجلين مهمه كثير للناس اللي بتروح الجيم، والناس اللي بتروحش الجيم كمان تحمينا من الاصابه زي ما حكينا، من الانزلاق، من الخشونه في الركبه، فمهمه كثير، بنصحكم تلعبوها. للناس اللي بتروح الجيم بنصحهم يسخنوا فيها، يعني تمرين حلو الواحد يسخن فيه قبل ما يدخل اي تمرينه، يحرك جسمه، يشغل رجليه كويس، لانه رجليك بالنهايه هي اللي حامله كل جسمك. هادي لكم اياه ثاني سكوات بالس، نص طلعه في مكانك لانجز. اخر تمرين لليوم، بما انه حركنا الرجل خلينا نحرك السمانه تبعت الرجل. زي ما حكيت الناس اللي لسه باديه ممكن من غير وزن وبتنزل تاني، او ممكن اطراف اصابعك هيك. لو انت في البيت ممكن تخلي تسند ايدك على كرسي يساعدك، لو في الجيم في كذا مكان كذا كرسي ممكن تحط تركز على الحيط مثلا وتطلع بطرف اصابعك. زي ما احنا شايفين بتحمل على السمانه تبعت الرجل، عد خمس عدات وانزل تاني. هعد لكم اياهم مرة أخيرة. بتلعبوا التكرار طبعا أربع مجاميع، العدد معاكم 8 عدات 12 عدة حسب أنتم ونشاطكم. هناخد التمرين تاني.
اخر تمرين حكينا للسمانه قد ما تقدر وانت بتعد فوق بكون كويس الك، هيك بنكون شغلنا الرجل بشكل كويس. وزي ما حكيت لكم حتى للناس اللي بدها تخس هذا بساعدها على الحرق اكثر قبل ما تدخل التمارين. محضر لكم تمارين للبطن وللكارديو، استنونا الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.